يا صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، وصباحكم يا رب كده كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة وكل أمنياتنا الجميلة لكل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. حلقة جديدة وصباح جديد معاكم من صباح النور، حلقة النهاردة الأربع 21 أغسطس 2024. يا رب يكون يوم جايب كل الخير لحضراتكم جميعا، إن شاء الله تبقى حلقة حلوة وتعجبكم. واستحملوني شوية، أنا برضو النهاردة لوحدي، لكن مفيش حد هنقر فيه النهاردة، لكن أنا بصبح على إسحاق وهو برضو بعت لكم كل الصباح والمحبة وكل الأمنيات في الحاجات الحلوة. تعالوا النهارده نبتدي، بس قبل ما نبتدي عايزه اخر اقول لكم النهارده اخر يوم في الصيام، صوم العذراء النهارده 21، بكره بقى هيبقى العيد وناكل الاكل الفطاري. لكن عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وانتم في كل خير وبركه وصحه وسعاده، ودايما ايامكم كده مليانه خير يا رب. بكره 22 بنحتفل بعيد اظهار او اعلان صعود جسد القديسه العذراء مريم، يا رب كده بركتها تشمل كل بيوتنا وكل حياتنا وتبقى معانا. يلا نبتدي في الموضوع اللي اخترنا النهارده او فكرنا نتكلم فيه معاكم، وانا شايفة أن دي نقطة معاناة عند ناس كتير أو مفهوم غلط أحياناً كتير، التضحية أو التضحيات. تعالوا نحط تحتها خط كده ولا نحطها في دايرة ونتكلم على التضحية. إيه حدود التضحية؟ إمتى تضحي؟ هل الطرف التاني في العلاقة، العلاقة دي اللي هي ممكن تبقى بين واحد وخطيبته، بين واحد ومراته، بين أم أو أب وولادهم، بين أصدقاء وبعض، في كل العلاقات الإنسانية حدود التضحيات دي لغاية فين؟ وهل لازم في العلاقة دي أن التضحية تبقى متبادلة وبشكل متساوي ولا لا؟ يعني أنا قلت أسئلة كتير، بس كتير وانت بتقدم وانت بتضحي وانت بتتنازل، ما هو انت التضحية دي عبارة عن ايه؟ انت بتتنازل بكامل إرادتك عن حاجات من حقوقك تجاه الطرف التاني عشان انت بتحبه، عشان انت عاوز تسند العلاقة دي، عشان انت عاوز تسند البيت ده، انت بتتنازل عشان راحة الطرف التاني او الناس اللي معاك. فانت بتضحي، بتضحي بحاجة مهمة بالنسبة لك، بتضحي براحتك، بتضحي بوقتك، بتضحي بفلوسك، بتضحي بطلبات انت محتاجها نفسية ومعنوية ومادية، وتقول مش مهم عشان خاطر اللي قدامي يرتاح، عشان خاطر اكسب اللي قدامي ما اخسروش، فبتبتدي تضحي. لكن اكيد بيجي وقت بتبقى انت مستني قصاد التضحيات اللي انت بتقدمها ان الطرف التاني اللي قصادك واحد يقدر التضحية بتاعته. لما يجي وقت تبقى مستني انه يرد، ده هي مش فكرة يرد، يعني انا مش بعمل حاجة ومستني قصادها المقابل، بس لما بيجي وقت انا كمان بحتاج احس ان اللي قدامي بيضحي علشاني، او احس انه مش ناسي اللي انا عملته علشانه، حطه كده فوق راسه. يعني في مثل يقولك ايه، خير انت تعمل شر انت لا، معرفش انتم مع ده ولا لا، فتفضل تعمل حاجات حلوة وتعمل خير وتضحي وتتنازل لغاية لما تتفاجئ بالطرف التاني او الرد الفعل اللي جاي لك مش خير خالص، فتقف قدامه هو ده جزات اللي انا عملته. انت عمرك ما فكرت لا تعاير ولا تقول انا عملت ولا سويت، بس اللي قدامك بيجبرك ان ده يدور في ذهنك. الاخطر من كده انك كل ما بتضحي ومع الوقت وانت بتضحي والتضحية من طرف واحد، اللي قدامك بيعتبر ان ده حق مكتسب وبيحاسبك عليه لو في لحظة انت وقفت نزيف التضحيات اللي انت بتضحيه، بيفضل يلومك على حاجة انت اصلا ما كانش مفروض ان انت تعملها. لكن لما انت بتسكت وبتدي وما بتسألش وما بتستناش وتكتم جواك وتزعل وما تقولش وتخلص وتستنفذ نفسك وطاقتك وما تعبرش عن اللي جواك، تكتم دموعك جوه عشان ما تضايقش اللي قدامك ويحس ان انت بتنكد عليه، حاجات كتيرة وتفضل تيجي على نفسك تيجي على نفسك، فاللي قدامك بيعتبر ان هو ده الطبيعي ده العادي. لو مرة في الاول قالك شكرا، بعد شوية وقت يقولك وانت بتعمل ايه وانت عملت ايه وايه الزيادة، يعني ما كل الناس كده. فتقف قدام الموقف او الكلام اللي انت بتسمعه، ايه الزيادة، ايه اللي انا بعمله، هو ازاي كده كل اللي انا عملته طول السنين ده ازاي مش متقدر. وساعات واحنا بنضحي العمر يفضل يجري وتلاقي نفسك ايه ده، تبص وراك ايه كل اللي عدى من حياتي وانا عمالة اتنازل اتنازل اتنازل، انا فين من ده كله؟
وده اللي وصلنا للسؤال، هل التضحية لازم تكون متبادلة؟ هل التبادل بتاع التضحية لازم يبقى بنفس القدر بتاعها؟ يعني زي ما أنا هقدم هو يقدم، زي ما أنا هتنازل هو يتنازل، زي ما أنا عملت هو يعمل، ولا لا المهم أن أنا أحس أن اللي قدامي هو كمان بيضحي عشاني. أنت بتضحي بوقتك براحتك، أول واحدة بتصحي وآخر واحدة بتنامي، بتاخدي من احتياجاتك عشان خاطر تدي للي قدامك، لبيتك ولولادك، ممكن يبقى عندك حاجة محتاجاها قوي والفلوس دي يعني يمكن جاية في وقتها وتقولي لا هم أهم، هو أهم، أنا هزنق نفسي عشان هو الشهر ده مش عارفة عنده التزامات إيه، فاتعودتي إنك أنت تعملي كده، بتبقي منتظرة إن يجي وقت هو من غير ما انت تقولي، من غير ما انت تطلبي، يبقى هو مقدر الحتة دي فيجي يقولك لا انت جيتي على نفسك كتير، تلاقيه جايبلك حاجة انت مش متوقع ان يجيبها لك النهاردة، فحاسة ان في تقدير للي انت عملتيه. في ناس تانية كتر ما بدي ادي اتنازل 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 لا عمر اللي قدامك حس بيكي ولا حتى عبرك، وده ينطبق على الطرفين في اي علاقة، ولادنا حتى يعني ولادنا لما تفضل تدي لابنك وتضحي بس هو مش حاسس بقيمة التضحية بتاعتك، يعني انت النهاردة دخلك قد كده وابنك عنده التزامات او لازم تدفع له مش عارفة مدرسة وتدفع له جامعة وجاي عليك عيد لازم تجيب له لبس العيد وانت مش معاك وتفضل بقى تضحي، لا جبت لنفسك حاجة ولا فكرت في روحك في حاجة، وده الطبيعي يعني الناس هتقولي دلوقتي ما ده الطبيعي اي اب وام بيعملوا، لا مش ده الطبيعي، ناس كتير ما بتعملش كده، في ناس كتير يلا نفسي حتى لو على حساب اي حد، فانت بتبقى عمال تدي ولادك اتعودوا على انه هو ده اللي مفروض لازم طلباتهم تكون موجودة حتى لو انت مش معاك او انت مش عندك، وده مش صح، لان في وقت من الاوقات انت مش قادر توفي او تجيب، بتبقى عاوز ابنك يقولك لا يا بابا انا حاسس بيك، انا حاسس بظروفك، انت ضحيت عشاني كتير، انت عملت كتير، مش مهم المرة دي نأجل الحاجة دي شوية، فبتبقى مستني تقدير من الطرف التاني. لما ما بيحصلش بنقف، هو إيه اللي بيحصل؟ هو ليه محدش مقدر؟ والحقيقة قطر التضحيات اللي بيركبه وأوله تنازل 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 بيجي في الآخر نتيجته آخر عربية في القطر هتقول لك إيه؟ محدش طلب منك، أو أنت بتعمل إيه زيادة؟ فتقف، هو ده يعني ده الرد على كل اللي أنا عملته، بتبقى حاجة توجع قوي. فشاركوني كده وتعالوا نتكلم مع بعض عن موضوع التضحيات، أنت بتشوفها لغاية فين ممكن تضحي؟ ولغاية فين ممكن تتحمل؟ وبتبقى مستني ايه؟ وهل لازم تبقى العلاقة او التضحية دي متبادلة وبنفس القدر ولا لا؟ يا مارينا صباح الفل. صباح الفل عليك يا استاذة هيبة. صباح الفل عليك. انا بكلم حضرتك بجد يعني. صباح اهلا بيك يا مارينا منورانا. اتفضلي. انا شايفة ان التضحية كتر ما انا بضحي خلاص هو انا كده بقيت يعني ده حق مكتسب ليهم هم، ان انا يعني مش شايفين ان انا بعمل حاجه زياده، ان هم واخدين على ماما كده واخدين على مراتي، واخد على مراتي ان هي خلاص هي بقت كده. ولو هي متساويه لا هي مش هتبقى متساويه. ايوه خالص، يعني زي ما انا بضحي انت تضحي، لا ما فيش الموضوع ده. انت مش عايزاها متساويه يا مارينا، احنا ساعات بنلاقي اللي قدامنا هو اصلا ما فيش تضحيه خالص، يعني الوقت طرف واحد بس اللي بيفضل يدي لغايه لما بيستنزف يخلص. انا ضحيت فانت لازم تضحي، انا ضحي، لا هو اصلا ممكن ما يكونش يكون شايف ان انا بضحي فانت بتعملي الحاجه العاديه. طب وانت من وجهه نظرك شايفه الصح نعمل ايه؟ يعني انت بتبقي منتظره حتى ولو بالقليل اللي قدامي احس بس انه بيعمل علشاني حاجه؟ مش لازم بنفس القدر؟ طبعا طبعا، يعني احس حتى بتقدير بس مش شرط. تمام، شكرا ليكي يا مارينا وصباح الفل عليكي. يا مدام مريم صباح الفل. صباح النور. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا كنت عايزه اقول لحضرتك ان في الناس بتتكلم عن التضحيه. ايوه. ان انا ان اكبر حاجه صعبه على الام ان هي اما بتضحي بكل ما تملك هي والاب وجامعات خاصه. ايوه. وفي الاخر الولاد بيقولوا ان هو بيبقوا في احسن مراكز، والاخر يقولوا ان هم اللي صرفوا على نفسهم هم، وبعد ما يتجوزوا عايزين تاني وتاني وتاني، ولو الواحد قصر في اي وقت ده بيعتبر ان هو ما بيحبهمش، يتلام بعد كل اللي عمله. ان هو ما كانش على قد المسؤوليه،
وان هو ما بيقدمش المحبه الكافيه. طب هم الولاد كانوا بيشتغلوا في ايام الدراسه عشان في الاخر اقول انا كنت بس ما كنتش بشتغل؟ لا 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 لا. طيب انا كنت بصرف على نفسي منين؟ مش في اب وام كانوا هم اللي بيعملوا بيضحوا بكل حاجه عشان يوصلوني للي انا فيه ده؟ بس عايزه اقول عايزه اقول لحضرتك على حاجه. ساعات بيبقى الغلط من عندنا بس غلط مش مقصود، يعني هو غلط بدافع الحب، احنا بنحب ولادنا قوي زياده قوي فعايزين نديهم من غير ما نعمل حاجه تخليهم يحسوا بقيمه اللي احنا بنديه، وده بنتعلمه بس بعد وقت، يعني بعد ما بنتوجع بنلاقي نفسنا لا انا يا ريتني حسسته قد ايه انا بتعب عشان اعمل لك ده، ولو انا ما عملتش كده مش هتلاقي المستوى اللي انت فيه او الحاجه اللي انا بعملها لك، ده مش بسهوله ومش بايدي ومش بامكانياتي، انا بعمل فوق طاقتي. فبيجي وقت يمكن ده انا بقوله للي لسه ولادهم صغيرين، ما تدوش كل حاجه على الجاهز، وده مش معناه انك تحرم ولادك بس حسسه بالتعب اللي انت بتتعبه. يعني هل هو غلط ان الاب والام يعملوا كل حاجه علشان يخلوا عيالهم لا لا انا مبسوطين ويوصلوا لكل اللي هم عايزينه؟ لا انا بقول لحضرتك هو مش غلط لما يجي في وقت معين ان الاب والام ما يقدروش يوافقوا كل متطلباتهم حتى بعد ما يتجوزوا، هل يبقى الاب والام كده اطلاقا هيحاسبهم على ان هم مش قادرين يوافقوا علشان ان هم يقدروا يعيشوا حياه مسطوره؟ ايوه لا ده دافع الحب. انا بقولش حضرتك او الاب والام غلطانين، انا بقول ساعات احنا بنغلط في حق نفسنا مش في حق اولادنا بدافع الحب. انا بشكرك جدا ويعني صباح الفل على حضرتك، وناخد راي ميرنا معانا. صباح الفل يا ميرنا. صباح النور. صباح الفل عليك، اتفضلي. بقول لك الواحد بيضحي كتير وبعد ما بيضحي والناس بتغلط وما يعني ما بتستفادش بالغلط. انت بتتكلمي على اللي بيغلط اللي هو ايه، الشخص اللي بيضحي غلطه في التضحيه اللي بزياده ولا ايه الغلط؟ ايوه ما بيتعلمش من غلطه. ايوه ويفضل يدي اكتر. انت شايفه بقى ايه الحل يا ميرنا لو احنا وقفنا التضحيه دي في وقت من الاوقات، ايه اللي بيحصل من الطرف الثاني او من اللي قدامنا؟ ممكن توطي التلفزيون يا ميرنا استاذنك؟ اسمعيني من التليفون بس. بيفادي على حاجات كتيرة أكتر كتير وبيرجع يندم اللي هو عمل مع الناس دي كده. بيرجع يندم على اللي هو قدام من غير حساب ومن غير حدود. عندك حق، شكرا ليك يا ميرنا وصباح الفل. أعتقد أن كل حد بيكلمنا بيشاركنا بتبقى من خبرة أو من تجربة شخصية، لأن بيصعب عليك نفسك قوي لما تفضل تدي كتير وتضحي كتير وتنسى نفسك عشان خاطر اللي انت بتحبهم، وبعدين ما تلاقيش ولا حاجة أو بالعكس تلام. ولو في وقت حسيت ان اللي قدامك ده استنفذك، يعني طاقتك من جواك خلصت مش قادر تدي تاني لانك محتاج انت كمان تتملي، فتلاقيه لومك ويحاسبك وانت ازاي قصرت، انا هي مش حاجة انت تحاسبني عليها، انا كنت بضحي من احتياجاتي بقى النفسية والمادية والمعنوية، فانت ازاي قادر ان انت تحاسبني؟ عشان كده لازم التضحية تبقى محسوبة وليها حدود، وده ما يقللش ابدا من المحبة، بس مهم ان اللي قدامي يعرف انا بعمل ايه علشانه، لكن من غير ما حد يسألني ولا يحتاج مني حاجة ادي ادي ادي، مش كل الناس هتقدر اللي انت بتعمله، بالعكس ده هيجي وقت والناس هتحاسبك وهتلومك. استاذ مقبل صباح الفل. صباح الخير استجابة. صباح الفل على حضرتك. أهلا حضرتك استجابة. وأنت بألف خير يا رب، اتفضل. ربنا يخليك. حضرتك الموضوع جاي على الجرح لناس كتيرة جدا. أكيد أنا عارف. لدرجة صدقيني يعني أقرب الناس فعلا اللي بتضحي عشانه، ممكن الواحد لو ضحي عشان حد بعيد مش مهم ما يهمنيش قوي، لكن أقرب الناس في البيوت وفي الكنيسة. أصعب حاجة في الكنيسة المكان اللي هو مكان أمان لحياة الإنسان الخادم، يعني حضرتك أقربها لسه يعني ماسك رحلات حضرتك، يعني حصل مشاكل وتبص حضرتك مفيش مش عايز سكرانية، بس على الأقل الأب يحس بتقدير التعب، والناس كمان لو اتعصبت على حاجة غلط يقول لك ما تطول بالك، يعني مش قادرين يفهموا ان الواحد طاقته خلاص، يعني كل مدى الشعب بيبقى صعب جدا
مقابل اللي فاهم ما بيحسش بالتعب بتاع الخادم ده، فبتبقى بتجرح. بس يعني استاذ مقبل انا متفهمه اللي حضرتك بتقوله، بس يعني هقول لحضرتك مجرد راي يحتمل الصواب والخطا يعني، لكن في مجال الخدمه او في الكنيسه بيبقى الوضع حاجه تانية، لان هي حتى اسمها خدمه، فلازم يبقى فيها مشقه وفيها تعب، والتضحيه دي انا بعملها بكامل ارادتي في الاخر، انا اللي مستنيه عند ربنا، مش هستنى من الناس، بالعكس لازم ابقى متوقع ان كل ما خدمتي نجحت كل ما الحرب عليا تبقى اكتر. الحرب بقى جايه من الناس اللي بخدمهم، من الخدام مع بعض، يعني لازم الشيطان يشتغل في ده. فهي بس محتاجه، حتى لو حضرتك عندك احتمال يبقى احتمال فوق احتمال فوق احتمال، لان الهدف بقى بتاع الحته دي مش الناس خالص، غير لما الكلام بيحصل في البيت او مع الناس في الحياه بره. حضرتك لسه بتقولي كل واحد ليه طاقه، يعني مره على مره على مره، احنا برضو بشر مش ملائكه. صح. لما يبقى ضغط ضغط ضغط، وبرضو السن لما بيكبر الاحتمال بيقل حضرتك، فبتبقى صعبه، ويا ريت حتى الواحد بيحس اللي قدامه حاسس بالتعب ده، لا حاجه طبيعيه جدا، يعني ان انت بتخدم وبتتحمل. ما انا بقول لهم الخادم ده مش ملاك عشان لما ما يغلطش او ما يحتملش. انا بتفق مع حضرتك ان طبعا انا بشكرك جدا طبعا، صباح الفل على حضرتك، بشكرك ان كل بني ادم فينا طاقه، وكل واحد عنده قدره على الاحتمال. لما حد بيضغطك ويفضل ياخد ياخد ياخد، بيجي وقت تلاقي نفسك لا مش قادر ان انت تضحي. شكرا ليك يا استاذ مقبل. استاذ ناجي صباح الفل. يا استاذ ناجي. ايوه صباح الخير. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. الله يصحح سعادتك، الله يخليك. اتفضل. وازاي الاستاذ اسحاق عامل ايه؟ بخير زي الفل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. هو التضحيه ديت سعادتك، يعني انسان بيضحي بنفسه، يعني بيتعب نفسه من اجل الاخرين. فلو تعب نفسه من اجل الاخرين، وخصوصا مع اولاده، لو ضحى مع اولاده زياده عن اللزوم ممكن الاولاد يفشلوا. صدقيني ممكن الاولاد يفشلوا من كتر التضحيه والدلع والحاجات اللي زي كده، وممكن الاولاد يفشلوا في حاجه زي كده. امال ايه حدود التضحيه اللي ممكن تبقى، يعني على ذكر بقى ان احنا بنتكلم على اولادنا، التضحيه عشانهم تبقى لغايه فين؟ يعني لازم نحملهم المسؤوليه. مظبوط. صدقيني لازم نحملهم المسؤوليه، لو ما حملناهمش المسؤوليه بيعتمدوا على الاباء والامهات، فبيضيعوا بعد كده، ممكن يضيعوا بعد كده. يبقى مع التضحيه والحب لازم احملهم المسؤوليه. لازم تحملهم المسؤوليه من البدايه خالص، فيعرفوا يقدروا قيمه التضحيه اللي الاب والام بيقدموها. ان هم في الاخر ما بيحسوش باي حاجه خالص. عندك. بيحسوا بزود حق مكتسب، مش واخده بال سعادتك. صح. وممكن يعني يضيعوا خالص يعني بعد كده. مش بس كده، لما بيقفوا حتى وهم ان هو يضحي بيحتذر يعني من حاجه زي كده، يعني لا بيقفوا قدام الاب والام، واللي بيبجح واللي يعلي صوته واللي يتكلم كانه ليه حق مكتسب. اه ده حق مكتسب، وما بيحسوش بحاجه زي كده، ومش مقدرين حاجه زي كده. صح. شكرا ليك يا استاذ ناجي، وصباح الفل. التجارب اللي حضراتكم بتسمعوها او بتشاركونا بيها هي دي اللي هتحسم الكلام في حدود التضحيه لغايه فين. حلو ان انت تحب، وحلو ان انت تضحي، وانا عارفه ان في ناس دلوقتي هتدخل تقول ما في الاخر كله عند ربنا، احنا مش مستنيين المقابل من الناس. لا، كله عند ربنا، بس احنا كلنا بنستنى ان يكون في رد فعل للتضحيه، حد بيعمل علشان او بيقدر اللي انا بعمله. يوجع قوي قوي انك تفضل تدي وما تلاقيش التقدير. انت كمان بني ادم ومحتاج تحس ان في حد بيعمل علشانك، ان في حد بيضحي علشانك، ان في حد مقدر بيجي يقول لك شكرا، كتر خيرك، انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه، لولا وجودك في حياتي كنت هعمل ايه، انا لولا سندتك ليا كان زماني وقعت، انا مقدر جدا كل حاجه عملتها علشاني، رغم ان انت كنت في امس الاحتياج للحاجه دي كانت تبقى لنفسك. كلنا بنحتاج لده، ولازم نفصل بين، على سبيل المثال، لو اتنين لسه مخطوبين او اتنين لسه بتعرفوا على بعض قبل الخطوبه، وكل واحد فيهم او حد او طرف يفضل يقدم تنازلات، وهم لسه اصلا ما بداوش الحياه، فتنازلات تنازلات تنازلات، في طرف احيانا بيستغل كم التنازلات اللي التاني قدمها، وبيعتبر انه خلاص ده العادي، فهي رضيت او هو رضي بان ده لا وده لا وده لا وده ما فيش، عادي خلاص، فابتدي استهتر باللي قدامي واعمل معاه اقل حاجه.
وكبر دماغي من ان انا اجتهد عشان افرحه او اتعب عشان اديله حقه على قد ما اقدر من طاقتي او من وقتي، وتيجي في الاخر بعد الجواز الوقت اللي بيتقفل عليهم باب واحد وهو ده الوقت بجد اللي يستاهل التضحية ما تلاقيهاش، لان انت خلاص في واحد استنزفته من هو لسه بره قبل ما يدخل الحياة. فاحنا عايزين نحط المفاهيم في مكانها الصح، حب وضحي ودي وسامح وودي على حساب نفسك وطاقت حلو ده، بس لازم تحط حدود ولازم تعرف اللي قدامك انت بتعمل ايه عشان ما يجيش في الاخر يقولك وانت عملت ايه ومين قالك يعمل. عارفين في اديكم مثل تاني، في واحدة جوزها في أزمة بيغيروا حاجة معينة، بيدوروا مش عارف على شقة جديدة تكون أوسع، أو ساكنين في إيجار بيدوروا على مثلا، فتلاقوها إدته الفلوس اللي معاها الشبكة والذهب بتاعها وتقول له إيه إحنا واحد، إيه هي بتبقى منتظرة إيه، حاسة فعلا إن إحنا واحد، فهو هياخد الحاجة ونتصرف ونجيب ونعمل. وبعدين مع أول تاتش أو كلاش أو حاجة تحصل تلاقي نفسها مثلا إيه اتخانقوا وزعلوا مع بعض، روحي بيت أهلك. فاللي هي هو انت ازاي بتعمل كده، ده انا عملت، ده انا حطيت كل اللي املكه كل اللي عندي عشان بيتنا ده يبقى لينا احنا الاثنين. فهو حاسس هو انت عملتي ايه، ما في الاخر الشبكه دي انا اللي جايبها لك، ما انا اللي دافع فلوس. تلاقوا رد الفعل، تلاقي الواحده تسكت كده اللي هو ايه اللي انت بتقوله ده، فبتبقى في صدمه للواحد. قيسوا على ده حاجات كتير، الاب والام اللي بيفضلوا يدوا ويضحوا وتعمل جمعيه وتزنق نفسها وتحرم نفسها ويجي مناسبه ولا عيد وما اشتريش لنفسي حاجه لاب ولا ام عشان خاطر الاولاد واحتياجاتهم، يكبروا ويشتغلوا وبعدين تيجي اي كلاش او مشكله تحصل او نقاش بين الاب والام وانت عملت ايه، ما هو اي اب وام مكانك كانوا عملوا اللي انت بتعمله، تبقى صدمه للاب والام، يا ابني ده انا ضحيت بعمري كله علشانك، فانت انت ازاي كده. فالاب والام بيبقوا مش قادرين يستوعبوا ده، ببقى مستني ان ولادي يردوا لي ده بكلمه حلوه برعايه لما يتجوزوا ولا يسافروا، يبقى بسؤال وبتليفون وباهتمام. ممكن لو انا محتاج ما يخلونيش اصلا احتاج ولا افكر اسال حد غريب بره، لاني على قد ما اديتك عمري انا محتاج انك تراعيني. وخلي بالكم في الحته دي الاب والام بيبقى عندهم عزه نفس غير طبيعيه، عمره ما يجي يقولك انا محتاج او عاوز، هتعز عليه نفسه قوي لان طول الوقت شايف ان انا اللي كنت بعمل انا اللي كنت بدي، فعمره ما هيجي يطلب منك. الحاجات دي بتبقى عايزه ان انت اللي تبقى حساس وتعرف تراعي ابوك وامك على قد ما ضحوا بحياتهم من غير ما حد يجي يقولك انا محتاج كذا. مدام سامية صباح الفل. ورد والياسمين يا أستاذة هبة، صباح الفل على عيونك، أهلا بيك، اتفضلي. سلمي لي على الأستاذ سحاء. يوصل يوصل، حاضر. أنا وأنتوا طيبين. وأنت طيبة وبألف خير يا رب. تعيش يا حمد. اتفضلي. بصي أنا أرملة من 20 سنة. فأنا أعطيت كتير، يعني كنت حنينة زيادة عن اللزوم. أيوه. فجيت بعد ما كبروا ما لقيتش الحنية دي. مع أولادك. مع أولادي. لو كنت تعبانة والكوباية تعبانة وواقفين ما يرضوش يدينوا كوباية المي. طب هما طبعهم كده صعب معاكي من الأول قبل ما يكبروا، من هما صغيرين من بعد وفاة باباهم هما طبعهم صعب كده، انت كنت مدلعاهم على نفسي زيادة. يعني كنت بديهم حتى لغاية النهاردة النايبي ما باكلوش، بحب أوزعه. لغاية بنت قالت لي لما انت اصلك عودتيهم على كده. انت جيت على نفسك زيادة. انت عندك اولاد قد ايه يا مدام سامي؟ انا عندي اربعة. اربعة، طب كلهم حاسة انهم نفس الطبع ولا فيهم هو حد؟ هو واحد بس اللي هو بس جالي شوية كده بعد ما كبر وخطب وفك تحس مش عارفة. يعني هو بس حنين ما بيرضاش يزعلني. يعني واحد بس من الأربعة حنين عليكي شوية عن الباقيين. عن الباقيين وهو اللي شايلني في كل حاجة. ربنا يخليهولك، يعني يا ربنا ما رضاش تبقى من كل حاجة فخلى فيه حد كده فيه الرمق يبقى حنين عليكي يعني. نشكر ربنا بس علمتهم المفروض يبصوا للحتة دي. أيوه. أولا ربنا يديك الصحة وطول العمر يا رب. بشكرك على مشاركتك ومداخلتك معنا. شوفوا من تجربة مدام سامية هو ده اللي أنا بقوله، إن الأم اللي بتيجي أو الواحد أي حد الشخص اللي بيجي على نفسه قوي لدرجة يحرم نفسه من كل حاجة، بتقول بحرم نفسي حتى من اللقمة، نايبي مش باكله وبديهولهم، مش هو ده الحب. يعني حتى مفهوم الحب ده غلط، إحنا كده بنربي ولادنا غلط،
احنا بنعود الطرف التاني غلط. عارفه الام اللي بتغرف الطبق في البيت فتعمل بقى الطبق اكتر طبق لاولادها ولا لجوزها وتيجي اللي باقي من الحله ولا تعمل لنفسها اصغر حاجه مش مهم، تفضل تزوق وتعمل في الطبق شكل جميل وحلو عشان تفتح نفسهم، ومن كتر ما هي تعبت ووقفت في المطبخ فخلاص تحط لنفسها اي حاجه وتقولك يعني مش مهم. انا ما ينفعش ان انت او انت تظلم نفسك بالشكل ده وتقول عشان بحبهم. اللي قدامك طول الوقت هيحس ان ده الطبيعي بتاعك، هي هو ده اللي انت تستحقه القليل ده، حتى يعني اوتوماتيك عقله بيترجم كده. لازم انت تحب نفسك ولازم تقدرها ولازم تعرف ان انت ليك حق زي الباقيين. حبوا ولادكم وحبوا الناس اللي بتحبوهم وحواليكم اللي ليكوا، بس من غير ما تيجي على نفسك. لازم طول الوقت تبقى بتسمع كلمة شكرا، ولازم تحس بالتقدير من الناس اللي حواليك واللي معاك على التضحية بتاعتك، وإلا في الآخر حضرتك قدام شوية انت اللي هتزعل او انت اللي هتزعلي، هتقول يعني هو ده رد الجميل؟ لا، ما انا اللي عودتهم على كده، انا بعمل كل حاجه وانا مش مستني حاجه. حتى لو الولاد صغيرين وحد جه قال لي شكرا، لا يا حبيبي شكرا على ايه، ده المفروض ده واجبي ناحيتك. لا على فكره سيبه يقول لك شكرا، سيبه يقول لك كتر خيرك يا بابا، انا اتعلمه يقول لك كده. لو جبت له حاجه وخدها ومشي، تعالى مفيش شكرا لبابا، مفيش كتر خيرك يا ماما، لا. طبعا النهارده مش هفضل اقول بقى ايه مين هيبتدي التعليقات الاول، ف سريعا ناخد بعض التعليقات. في استر عبد الوهاب بتقول صباح الخير، التضحية بتكون بمحبة ومن غير مقابل للطرف الآخر. ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام، ولكن أحيانا البعض بيعتبروه حق مكتسب وده واجب عليكي، وإن قصرتي عاتبوكي، فيكون التضحية من طرف واحد وربنا معاك. هو ده اللي بقوله، إن احنا بنفسر الآية أو مفهوم التضحية غلط على حساب نفسنا. سما رضا صباح النور، كل سنة وانتوا طيبين. والتضحية هي طاقة بيجي يوم وبتنفذ من عدم مراعاة اللي بيضحي من أجله. احنا مش قديسين، الواحد عنده طاقة، وعلى فكرة أحيانا المضحي بيتعب نفسيا، بيتعب نفسيا وبيرهق نفسيا وبيحتاج نفسيا ومعنويا وجسديا، وبيبقى في عرض كلمة حلوة تتقله أو إحساس أحس إن اللي قدامي مقدر اللي أنا بضحي بيه علشانه. عدم التقدير للتضحية بتاعتي في الآخر بيوصلني لحالة من الإحباط واللامبالاة، وكل خلاص بيجي وقت كده الواحد بينعزل عن كل حاجة لأنه شايف الدنيا جرى فيها إيه، بس إحنا بنبقى السبب اللي عملنا كده في نفسنا. فاتن بتقول، فاتن زكريا بتقول صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا بضحي من أجل ولادي لأن هم كل حاجة في حياتي، ماليش غيرهم، وهم متحملين المسؤولية من هم صغيرين لأن والدهم سافر السماء وهم صغيرين، وده صح جدا حضرتك تضحي علشانهم، لك في نفس الوقت تطلعيهم أشخاص مسؤولين. شنودة نادر بيقول كل سنة وانتوا طيبين. أم مايكل ميشيل بتقول أنا بضحي كتير كتير، واللي بضحي عشانه مش حاسس، أنا بضحي عشانه وشايف إن ده واجب لازم أعمله ومفيش شكر ولا إحساس. على حسب الشخص اللي انت بتضحي عشانه، واحد هو مين، اتنين لأي مدى، وجاي على نفسك لغاية فين. كان بس قبل الوقت ما يخلص كان في مرة حد بعت لي يعني بنوتة وكانت مرتبطة عاطفيا بحد، وكانت بتقولي انا مشكلتي ان انا عماله بضحي علشان هو لسه ما يبقالهاش اي حاجه ولا خطبها ولا اي حاجه، بضحي علشانه ما بيشتغلش فانا بديله من فلوسي، مش عارفه ظروفه مش هيقدر يجي يتقدم لي عشان شقه فانا عماله بحوش عشان ادفع معاه جزء، عماله تضحي تضحي تضحي. في الاخر حصل ايه؟ هو سابها، ولما قالت له لا انت لازم تشتغل، انت لازم تعمل، انت لازم تاخد خطوه، في الاخر لا اعملي ادفعي هاتي اتعود على كده. وانت مسميه ده تضحيه، دي مش تضحيه، ده غلط. انا عودت الطرف التاني ان انا بعمل كل حاجه على الجهاز. سحر وليد بتقول انا مضحيه جدا جدا ولا بفتكر نفسي في اي مناسبه، حتى وانا تعبانه باجي على نفسي وما بروحش حتى للدكتور غير لما اوصل للمرحله الاخيره من التعب. اوقات بقول لنفسي نفسي اكون انسانه وحشه بس ما بعرفش، ضميري واخلاقي ما يسمحوليش، بحس قد ايه ربنا ساندني واشكرك يا رب. لا ما تكونيش انسانه وحشه، ومش معنى انك تفكري في نفسك انك حد وحش خالص، افتكري نفسك وافتكروا نفسكم، ولما تضحوا لازم تخلوا حته كده لنفسكم
يعني حب نفسك وما تديش كل حاجة لغاية لما أنت بتخلص وما عندكش حد قصادك يملاك. بشكركم على تعليقاتكم وصباح الفل عليكم، ونخرج معاكم الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.